مبروك على سوريا كلياتها رجعت الزبداني، ومنبارك لكل أهل الزبداني ولكل أهل سوريا، والكل اليوم صلى لحتى تكون سوريا دائما بسلام إن شاء الله، كل لحظة وكل دقيقة تكون سوريا بسلام. الكل اليوم وقت كانت فتنة على الكنيسة الكل أشعر بدنه، الكل بكي لأنه هاي لحظة ما كنا نتخيل نقدر نفوت بيوم من الأيام على كنيسة ما لها سقف، على كنيسة صلي بكنيسة ما لها حيطان، المذبح والإقونستاس ما نو موجود فيها. كلياتنا هون أشعر بدنا، بس برجع بقول كلياتنا إجينا كرمال نقول إنه نحن رح نبقى هون ونحن رح نضل عايشين، وسوريا رح تبقى بأبناء إن شاء الله يا رب وتضل موجودة. الحقيقة هو كان كتير موقف حلو إنه وقت اللي فتنا على زبداني وشفنا الجيش والاستقبال والكشاف وال يعني كله شعر بدنا بهالمناظر اللي شفناها، وكتير مبسوطين بتحرير زبداني اللي كانت موطن كل السوريين، وإن شاء الله بيرجع كل الأمان لكل سوريا. هذه المناسبة نترحم على شهدائنا الأبرار ونطلب الشفاء لجرحانا ونطلب الصبر لكل أمهات سوريا على ما أصابهم في هذه المحنة الكبيرة، كما أنني أريد أن أقبل تراب الزبداني، هذه الأرض المقدسة، هذه الأرض الشريفة، هذه الأرض التي أنبتت ما أنبتها غيرها. أقول الزبداني يا زبداني يا حرف الزين يا زبد بقلوب البشر، يا حرف الباء بلورة بالبرد فوق الحجر، حرف الدال دلال مدللي مثلك ما حدا أعطى ثمر، حرف الألف الله أكبر عليك أيام المطر، حرف النون نفديك بأرواحنا ساعة الخطر، حرف الياء يا ما ويا ما شوف طيبك بالعمر حيضل طيبك بإذن الله عطول الدهر. يوم جينا صلينا بكنيسة رقاد السيدة العذراء ورجعنا إلى الزبداني، وإن شاء الله ترجع تتعمر وأحسن وأحسن بهمة أبطالنا والجيش العربي السوري. كتير حلوة إنه نحن قدرنا نرجع، نحن أبداً ما كان عنا شك ولا بأي لحظة إنه ما نقدر نرجع، لأنه بفضل جيشنا وقيادتنا الحكيمة وكل الشباب يلي ضحوا أكيد كنا بدنا نرجع ومنتظرين هاي اللحظة. الله يبارك فيكم يا ربي، خلينا الجيش والسيد الرئيس يلي رجعنا الزبداني، نحن بنتشكركم كتير كتير كتير. يا ربي دعم الأمن والسلام والمحبة بسوريا كلياتها يا رب.